بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. امبارح كنت في مكان ما كده، وكان في ست فاضله بتشتغل في المكان ده، خدنا ودنا والكلام. فسالتها انت عندك ولاد قد ايه؟ فقالت عندي ولد وبنت، الولد الكبير والبنت الصغيره. وبعدين كملت بشيء كده من البديهيه، زي ما يكون ده شيء بديهي انها تقول كده، قال يعني الجمله دي لازم تتقال بعد كده. قالت ايه؟ اه الحمد لله ان الولد هو الكبير مش البنت. فانا سالتها اشمعنى، وانا متوقعه يعني ان الرد هيكون عشان ياخد باله منها، عشان يعرف يحميها، عشان يبقى سندها وظهرها، يعني لازم تكون اجابه من هذا المنطلق. بس هي الحقيقه ردت رد تاني خالص بقى، قالت لي بالحرف لا، عشان البنت ما تتسلطش عليه، هو اللي يتسلط عليها ويعرف يحكمها كده بالظبط. مامتها قالت لي كده بالظبط. المهم ان البنت عندها 10 سنين طفله، والولد عنده 16 سنه. فقالت لي بقى وهي فرحانه ان الولد واقف لها على الواحده، ما اعرفش واقف لها على الواحده ايه وهي عندها 10 سنين، مش مخليها تعرف تورب كده. وللاسف هي دي المعلومات اللي واصله لنا عن تربيه البنات، ان لازم يكون لها اخ يشكمها، وابوها واخوها يعملوا عليها زي الكماشه عشان يربوها، ده على حد تعبير الست مامتها. طيب انا بس بسال، يعني هو الولد ابو 16 سنه ده اللي لسه ما طلعش من البيضه وتربيته اساسا ما اكتملتش، ولسه عيل في عرف القانون والمجتمع، ايه مدى صلاحياته وامكانياته ومدى نضوجه عشان يتحكم في طفله عمرها 10 سنين؟ وبعدين ترجع الامهات تكلمنا وتشتكي من قسوه ولادها الصبيان عليها وعلى بناتها. معلش، هي اللي بتربي فيه القسوه دي، بدل ما تربيه على انه يبقى حنين مع اخته، بتربيه انه يبقى شديد عليها ويقف لها على الواحده. طيب لو هو بيتعامل بالطريقه دي مع اخته وهو لسه عيل، امال لما يبقى راجل بقى هيعمل ايه؟ وليه اصلا بنربي البنات على اساس انهم المستضعفين في الارض؟ لازم البنت تبقى شخصيتها ضعيفه عشان تعجب يعني وتنول الرضا. على فكره قوه الشخصيه لا تتعارض مع الادب والاخلاق والتدين. ممكن تبقى بنت ضعيفه ومنكسره يضحك عليها من اي واحد بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، ممكن تهر كده وتقع من طولها من اي كلمه حنينه تسمعها من واحد بره، عشان هي مش متعوده على طريقه الكلام دي من الرجاله اللي اتربت في وسطهم. وعلى النقيض بقى، البنت اللي اتربت على تحمل المسؤوليه والثقه في النفس وعلى انها غاليه قوي وعزيزه ومش سهل اهانتها ولا قهرها، هتلاقيها ممكن تبقى ارجل واجدع من اخواتها الصبيان، وما يتخافش عليها ولو في وسط 100 راجل. احنا محتاجين نغير المنظور اللي بنبص بيه للبنات والستات، ومحتاجين نغير الصوره اللي اتخذت عن الاسلام، انه دين بيحجم دور المراه وبينظر ليها على انها درجه تانيه وتابعه. الكلام ده مكانه مش الاسلام خالص، ده مكانه في بعض الخيالات المريضه لبعض الناس. احنا هنلقي الضوء كل يوم سبت على صوره المراه في عصر النبوه، وهنشوف انها كانت في اوج نشاطها، وكانت فعاله، وشخصيتها قويه، وليها راي معتبر بيتاخد بيه وبيتعمل له حساب. واذا قارنا تعامل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام مع السيدات اللي هم مش زوجاته، لا، السيدات اللي كانوا عايشين في زمنه، اذا قارنا التعامل ده مع تعامل بعض الرجال في زماننا اللي احنا فيه ده مع المراه بشكل عام، هندرك ان الرجال دول اللي عايشين في زماننا دول يعني عايشين في جاهليه اقرب للجاهليه اللي سبقت الاسلام. النهارده هناخد اول نموذج للمراه القويه الفعاله في عصر النبوه، وهي نسيبه بنت كعب. هنعرف حكايتها ومدى قوتها مع فضيله الشيخ اشرف الفيل، اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير.